دائرة الدراما الإذاعية تقدم التمثيلية الإذاعية كمشة تراب. تأليف أحمد نعمان. إخراج باسل يوسف. شو باسم أفندي؟ والله بعد هالمحاضرة السمضاعية أنا مليت. شو رأيك معلم نروح نشرب لنا فنجان قهوة؟ إيه شو عليه؟ نشرب قهوة؟ شو ورانا يعني؟ بس دخلك وين هلا؟ لك تركنا منها هلا يا رجل. خلص نتصل فيها وبتلحقنا. مشي مشي. إيه نحكي معاها. شري لوين لوين؟ لوين رايحين؟ شرفت الخانوم. وين كنت؟ كنت مع رشا عم نصور المحاضرة وهلا خلصنا. وليش ما إجت معي؟ والله يا عمي رشا بنت عز. من الطبقة الأرستقراطية، ما بتقعد معنا نحن الطبقة الكادحة. امشوا نشرب قهوة على السريع ومنرجع. ما بدنا نتأخر على محاضرة الدكتور نبيل. ما بيحب اللي بيفوتوا متأخرين على المحاضرة بعده. بلا ما نسمع شي كلمة من الدكتور استعجلوا. يلا يلا. نقاط مواجهة مع قوات الجيش أو تتجه نحو الشرق إلى مناطق قريبة من طريق حمص سلمية عبر السطحيات ومناطق أخرى. لذلك هنا ينتشر تنظيم جبهة النصرة. لا نعلم إذا كان يا الله سيشمل يا الله لك شو هذا؟ خير خير في شيء؟ تعي شوفي شو؟ تعي شوفي على هالمنظر. ولك هدول منين إجوا هدول؟ يخرب بيتهم خرابين البيوت. العمى العمى بعيوننا العمى. مين كان بيتوقع يصير عنا هيك؟ مين؟ لك أخ أخ لك الله يجيرنا من الأعظم. لك ما يقولوا لسه في أعظم من هيك. لك هي مؤامرة كتير كبيرة كبيرة. على زمتي عمري ما كنت أفكر يصير فينا هيك. أي والله لا حول ولا قوة إلا بالله. الوضع صار خطير كتير يا شباب وما بيطمن أبدا. وكلمان الأمور عم تتدهور أكتر بكل المناطق. يا زلمي طول بالك، ليش عم تضخم الأمور هيك؟ لحد هلا الأمور تحت السيطرة وما في أي خطورة. الجيش مسيطر على الوضع وما في شي بخوف. والله يا باسم الجيش لحاله ما بكف. عم تتشكل قوات رديفة ومساعدة للجيش لضبط الوضع بالمدن والأحياء اللي فيها مشاكل من كل شرائح المجتمع. ولازم ننضم إلى مثل ما انضم لكتار من شبابنا. ونحن لازم نعمل شيء يا جماعة. شو رأيكم يا شباب؟ أنا مع هالرأي، لازم نعمل شيء. أنا جاهزة انضم وأحمل السلاح إذا احتاج الأمر. إك لاولو لاولو، أنتوا عم تضخموا الأمور زيادة يا جماعة. ما بدها كل هالقد. ماني شايف في ضرورة أبدا. طولوا بالكم شوي. لا والله يا باسي، أنا شايف أنه الأمور أبعد من هيك وصار لازم نحمل السلاح ونواجه العدو. Thank you.
لك لك امي ما تقول الا وصال. تاخر الافندي، ليش لهلق ما شرف؟ رح تغيب الشمس والوضع عم يطمن. لك يا امي والله معك حق، يعني صحيح الوضع صار بخوف والطرقات ما عاد امني مثل الاول، بس يعني صراحه لازم يجي بكير. لا لا، الوضع منيح وما بيخوف، وبعدين علي صار شاب ما بينخاف عليه، علي قد حاله. يا رب. اذكروا الديب وحضروا القضيب. شرف الافندي. مساء الخير يا جماعة. لك أهلين يا عيوني. أهلا. لك إمي شبك؟ ليش تأخرت لهلاق؟ لك قلبي صار مثل النار. مايك حق يا أمي، مايك حق، طولي بالي، بس والله ما في سرافيس بالكراجات. كل السرافيس صاروا ما يبيتوا بكير بسبب الظروف. الله يلعن أمي. الله يوفقك، تركيني هلاق. بدي آكل ميت الجوع. شرفوا شرفوا، يلا بسم الله. يلا يلا عيني. أنت عيني جوعان يا أمي، جوعان. والله شو شايفك ما نمت؟ شو قصتك ما تتقلب؟ والله يا خيي مو جايني نوم. مالك بالعادي؟ في شيء؟ والله عم فكر الغي تأجيلي والتحق بالخدمة. شو؟ ولك مجنون انت؟ هلق بدك تلتحق بالخدمة؟ أبي كفي خسرنا خيك. ولك باقي لك هالسنة وبتتخرج من المعهد وبعد التحق ما حدا بيقول لك لا. قال يلغي تأجيله، قال أكيد صاير لعقلك شيء. في مجال تعيرني سكوتك يعقوب أفندي؟ والله ما حدا غيرك المجنون. بالله؟ ايه. نام نام نام، ريحني من حكيك. أصلا مو الحق عليك، الحق علي أنا، اعتبرتك بني آدم تفهم وفتحت معك الموضوع. صبر جميل وبالله المستعان. جد علي؟ وجد الجد كمان. شو الغريب بالموضوع؟ يا بني آدم يا بني آدم، ما إلك هالسنة بتتخرج وبعدين بتلتحق، بعدين ما حدا راكد وراك بعصر. لحق على خدمة الوطن، يعني شو وراك؟ ولا شو رأيك هلا؟ أنا من رأيك ما في داعي للاستعجال، استنى لتتخرج والتحق بعدين بالخدمة. بعدين يا علي أنتو ما قصرتوا، أخوك شهيد والدم غالي. لك فكر منيح ولا تستعجل. نفس منطق يعقوب تماماً. لك شهادة المعهد فيني اخدها بعد سنة سنتين ثلاثة، بتستناني؟ ما رح تطير من ايدي. بس البلد هلق وضعه عكف عفريت، اذا انا ما التحقت والتاني ما التحق وكل واحد فينا لاقى مبرر وحجي لحتى يتهرب من المسؤولية. لا مو بس هيك، صاروا كتار كتار كتير اللي يهربوا لبرات البلد، هربوا من الخدمة. لك ساحة الوطن شو بده يصير فيها؟ لك بيروحوا بشربة مي ونحن قاعدين ما نتفرج بالمعهد. خيو خلاص انا قررت التحق بالجيش، واللي بده يجي من الله يا محلا. عن اذنكم. لك علي علي علي، ارجع يا زلم، ارجع ارجع، عم نتفاهم، ارجع. اتركه باسم، اتركه خلاص، مبين عليه اخذ قراره وما رح يتراجع. ادعي له الله يوفقه وبس. الله يوفقه. يعني ما رح تتراجع عن قرارك يا ابني؟ لا حدا يحاول معي، هذا القرار النهائي وغير قابل للتراجع. بعد اذنك بيه، انت هيك ربيتنا، احب الوطن، والوطن اليوم بخطر، من واجبنا اذا طلبنا نلبي الطلب. صح. ودم خي جعفر والله يرحمه مو اغلى من دمي. خلاص انا قررت وما رح اتراجع،
بتمنى منك ومن أمي وإخواتي تدعوا لي بالتيسير. يلا عن إذنك بيي دعي لي. أمي دعي لي يا أمي. يعقوب الله يوفقك يا ابني. أبدي وصيك ببيك وأمك. الله معك يا ضلع. روح إلهي ولاي وفقك ويحميك وينصرك يا رب. الله معك يا أمي. الله معك. رفيق الله كله. مع السلامة يا أخي. الله يرضى عليك ويوفقك يا ابني. هي خامس مرة بفكها وبزيتها. ولك حاجة بقى حاجة، لك اعتقى لها البارود اعتقى، لك اهترت من كتر ما حطيت لها زيت. ما لك علاقة، هي بارودتي وأنا حر فيها. خيو كل مين حر بباروته. ولك هي إذا ما خدمتها منيح بتخدمك بالمعركة. ما أحلاها والله. قال أنا ونص بمعركة هيك واقف تروكب معي وما تلبيني، شو نفعها؟ والله العصاية أحسن منها. مزبوط يا عبد الرحمن ولا أنا غلطان؟ والله عم تحكي مزبوط. وجاكارة فيه أنا كمان رح طلع باروتي ونظفها مرة تانية. ها. هاي العالم اللي بتفهم وبتريح، مو مثل بعض عالم. مين قصدك؟ كأنه البحر هايج اليوم. باسم باسم باسم. خير شوكي في شي؟ شبني عم احكي معك، ليش ما عم ترد علي؟ بشو سرحان؟ اللي اخذ عقلك يتهنى. شبك؟ اخ يا هلا، كنت عم فكر بعلي. يا ترى هو الصح ولا نحن؟ بتصدقي ما عم تروح ولا كلمة من كلماته من بالي. بشرفي بشرفي انا ندمان اني ما رحت معه. هلأ لحسيت شو معنى كلامه. الوضع صار أخطر بكتير مما بتتصوري. الجيش عم يخسر كتير كل يوم شهداء، ولازم هالنقص يتعوض. وأنا عم فكر التحق بالجيش مثل علي. وإنت كمان؟ إيه والله يا هلا، أنا فكرت بالموضوع كتير ولقيت ما بدها وقفة، صار لازم إلغي التأجيل والتحق. بس أهلي ما بعرف شو بدي إلك. بتضل منكفي سوا هالسنة. بتلتحق الله يكون معك يا باسم. هذا القرار راجع إلك. والله محتار، بروح ولا ما بروح؟ دورة جاهزة سيد العقيد. شكراً يا ابني. سمعوني زين يا رفاق،
أنتم اليوم جاهزين ومؤهلين لدخول المعركة والدفاع عن بلدنا، وهذا طبعا واجبنا. وهي المعركة بدها رجال قبضايات شجعان وبنفس الوقت حكماء ومتزنين. يا شباب، لازم تأخذون بالحسبان أنه عدونا كمان مدرب تدريب عالي على خوض المعارك، لذلك احنا بدنا نتعامل معاه بذكاء وحنكة حتى ننتصر عليه، ما بدنا تهور. زين، أتمنى لكم التوفيق بأداء مهامكم القتالية، والله ينصركم وموفقين يا أبي. أمان 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 يا باي، يا لائمي بالهوى العذري كفاك شجار، من أنت الملوع بالهوى ولا داري بحال شجار. أمان 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 يا باي. الله ايش هاد؟ الله 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 يسلموا لهالتم يا عبده. ولو ولك صوتك كيس، ولو بشرف حرام ما تكون مطرب واغانيك هيك معباي البلد كله. لك ايه والله عم تحكي مزبوط، ليش اللي عم يطلعوا يغنوا ايه بشو احسن منه يا سيدي؟ ثلاث ارباع اللي عم يغنوا لا عندهم صوت ولا كاريزما مثلك. ايه بعين الله يا شباب، بعين الله. والله حاولت كتير وتقدمت لبرامج هوات، قالوا لي روح اتدرب وتعلم تعزف على آلة وتعال، بس اللي ماله حظ وواسطة لا يتعب ولا يشقى. ايه والله. مساء الخير يا شباب. احترامي سيدي. احترامي سيدي. ارتاحوا ارتاحوا شباب، بس جاي بلغكم تكونوا على أتم الاستعداد. الوضع على الخط الأول ما بيطمن ويمكن يحتاج إسناد، وطلبوا مني نكون مستعدين للتدخل بأي لحظة، لذلك هلأ ارتاحوا، وإذا اجت الأوامر من القيادة بالتحرك بتكونوا جاهزين بأي لحظة. مفهوم شباب؟ جاهزين سيدي. ليش عم تبكي؟ حالك شيء؟ عم يوجعك شيء؟ قولي لي. لا فيني شيء. لكن ليش عم تبكي؟ اخ يا ابو محمد، خايفي خايفي كتير يصير له شيء لعلي، خايفي. لك هذا كابوس وما انا ما يفارقني من يوم اللي استشهد اخوه لليوم، وانا بشوف نفس المنام. لك ما شوفين جايبينه بالتابوت؟ والله بالتابوت عم شوفين. بعيد الشر عنه، وكلي الله ومسحي وجهك بالرحمن يا بنت الحلال ونامي. هاي كلها أحلام يا بديحة، وما في شيء من هذا رح يصير بإذن الله تعالى. بإذن الله. اقري المعوذات ونامي، وإن شاء الله أبقى تشوفي هالكابوس بنوب. تصبحي على خير. وانت من أهلي يا أبو محمد، وانت من أهلي يا رب نغيلك. أهلين هلوش. والله ماشي الحال، بس منقول منيح الحمد لله. بدك تقولي بنجح بالمادة
انت كيف قدمتي؟ كمان ماشي الحال. لك اخ اخ يا هلوش، والله زعلان على علي. لو ضل معانا وقدم ما كان احسن ما يلغي تاجيله ويلتحق بالخدمه؟ بدي اسالك، عم تتواصلي معه شيء؟ لا والله، من اول ما التحق ما عاد حكى معي. وانت عم يحكي معك شيء؟ يعني ما في اي خبر عنه؟ لا والله، كمان من يوم اللي التحق مقاطعني، ودائما بدق له خارج التغطيه. يعني هو يا اما زعلان مني ومحاضرني، يا اما مطرح هو ما في تغطيه بنوب بنوب. لا حول ولا قوه الا بالله. عروزانا عروزانا كل الليل حالة فيها، شو عملت الروزانا الله يجازيها. يا رايحين عحالب حبي معكم راح، يا محملين العينة تحت العين بتلفاح. عروزانا عروزانا كل الحالة فيها، شو عملت الروزانا الله يجازيها. الله يجازيهم شو عملوا فينا أولاد الحرام. الله يحرمهم الضنا يلي حرمونا شوفة أهلنا. هي إلي 3 سنين محروم من شوفة أهلي وما بعرف عنهم شي، طيبين ولا ميتين، بالبلد ولا برات البلد. شايفين شو عملت فينا هالحرب يا شباب؟ شايفين؟ آخ طول بالك يا عبدو، طول بالك. والله معك حق، بشرفي بنقهر كل ما طلعت لك إجازة وما بتنزل وبتقضيها هون بالكتيبة. ولك حتى على المدينة ما عم تنزل. كيولو طول بالك عبدو، افرج الله. بكرة إن شاء الله إلا ما يجيك اتصال منين وبتحكي معين وبتطمني علين وبتطمنوا عليك. خلي أملك بالله كبير يا رجل. ونعم ونعم بالله. يا باسم الله يبارك فيكي يا رب، وكمان انتي مبروك تخرجك وما شاء الله معدل 85% يعني من المتفوقين. ايه لكان لك طلعت عيوني لحتى جبت هالمعدل. المهم شو ناوي تعمل هلا؟ هلا استحق علي خدمة العلم، رايح على الجيش ورح التحق الشهر الجاي، لهيك انا جاي ودعك قبل ما التحق. الله يوفقك يا هلا، بتمنى لك مستقبل كتير منيح بليق فيكي، وانتي بتستاهلي كل خير. والله يوفقك انت كمان يا باسم، ان شاء الله منلتقي على الخير دايما ومنكون انتصرنا وخلصت هالحرب الملعونه. بس اصحك، ها اصحك تقطعيني، ضلي تواصلي معي وان شاء الله بشوفك بأقرب فرصه. الله معك يا هلا. الله معك، باي. احترامي سيدي. أهلين أخوي، قعد قعد ارتاح شوي، هسا عفضالك. ألو؟ إي سيدي، احنا على أتم الاستعداد لصد الهجوم والهجوم المعاكس بأسرع وقت. سيدي حاليا احنا بجاهزية قتالية عالية وجاهزين لتنفيذ أي مهمة تكلفونا بيها. احترامي احترامي سيدي.
إيه يا ملازم طلال، قل لي شكون الشغلة اللي بدك تحكي لي عنها؟ سيدي، من شان المجند عبد الرحمن. إيه؟ هات حالته النفسية صارت سيئة جدا، وكل ما طلعت له إجازة تزداد حالته النفسية سوء أكتر. بتمنى سيدي ما عاد تكتبوا له إجازة، لأنه عم يقضيها هون بالسكنة، لأنه ما عنده أهله وما بيعرف وين صاروا، ومقطوعة أخباره عنه نهائيا. بدنا حل سيدي. إيه، وشكون تقترح؟ إذا أمكن وإذا في مجال، نحن بطرقنا الخاصة نبحث عن أهله ونشوف إذا فينا نتواصل مع حدا منهم، ونجيب رقم أي واحد بيعرفهم أو بيعرف عنهم أي شيء، نطمنوا عنهم ونطمنهم عنه، وهيك منكون عملنا اللي علينا. زين زين، أنت بعت لي كل المعلومات عن أهله، اسم أبوه، عمامه، خواله، إخواته، وين كانوا ساكنين، أي قرية بالضبط، وترك لي الباقي أنا أتصرف. خلي هذا المجند بالثكنة ولا تخلي يشارك بالمهام القتالية، بدي الكل يكونوا بمعنويات عالية يا طلال. أمرك سيدي. جايتنا أيام صعبة كثير، وبدي همتكم تكون عالية. أمرك سيدي، نحن جاهزين لأي مهمة بتكلفونا فيها، بس بعد إذنك، عبد الرحمن همته القتالية عالية جدا ولازم يشارك معنا. زين، تصرف اللي تشوفه مناسب. الله معك. بالإذن سيدي. علي. الو الو، مساء الخير بيي. اهلا. لك كيفكم؟ طمنوني عنكم. الحمد لله. كيف امي؟ لك كيف الاخوات؟ ان شاء الله جميع بخير. لك هات هات، بدي احكي معه. اعطيني اعطيني. شرف شرف يا علي، هاي الحنونه بدها تحكي معك. هات هات. الو الو، كيفك يا امي؟ طمني عنك، كيفك انت ورفقاتك؟ ان شاء الله منيحين. امي مانك متجوع بهالليل، ليك تغطى منيحه، وبدك تدير بالك ما تاخذ برد وتنبغيص. دير بالك يا امي. ليك انت امتى نازل اجازه؟ قل لي وامي قل لي. طولي بالك طولي بالك يا مو، وحده وحده، هدي علي شوي. ان شاء الله قريبا قريبا يا امي بدي انزل، بس بدي منك بس انزلت تطبخي لي طنجره نحاشه. يا والله ما حدا يعرف يطبخها هوني. كل أكلنا بطاطا مسلوقة، بيض مسلوق، مفركة بطاطا، بيض بطاطا، ولك صارت البطاطا تنزل من عيوننا يا أمي. وأحيانا نقعد منخبص ونطبخ رز وبرغل وكله بيطلع خبيصة. شو بدنا نسوي؟ بدنا ناكل يا أمي. يا عيني انت عيني، لك أمي ما تكرم عينك. والله بس تنزل يا أمي، بدي أطبخ لك أكبر طنجرة محاشي، بدك تاكل قد أبدك، وبتاخد رفقاتك معك كمان. إيه إيه إن شاء الله إن شاء الله، الله يخلي لي إياك وديمك فوق رأسنا يا رب، يا أحلى أم بالعالم. بدك شي يا مو؟ إلهي تحميك وتنصرك على القوم الظالمين بجاه، كل من إله جاه عند رب العالمين يا أمي. الله يسمع. هاتي عنك هالموبايل، كمان أنا في إلي حصة فيه. نسيت. إيه إيه يا بيي علي. إيه عيني. ألو ألو، من نسر واحد إلى صقر واحد، كيف تسمعني؟ حول. ألو ألو، من صقر واحد إلى نسر واحد، أسمعك جيدا، حول. تشكل قوة من عناصرك وتتوجه فورا على الخط الأمامي، قواتنا قام تتعرض لهجوم كبير من الإرهابيين، تساندون وتشاركون بصد الهجوم. علم؟ علم علم، أمرك سيدي. المجموعة جاهزة لتنفيذ الأوامر سيدي الملازم. أول. ارتاحوا ارتاحوا. استارح. صدرت الأوامر اليوم بالمشاركة بالقتال وصد الهجوم عن قواتنا بالخط الأمامي. اليوم يومكم يا شباب،
وبدنا ننفذ الأوامر بالمساندة وصد القوات المهاجمة. رح نتحرك بأرتال راجلة وخلال نص ساعة منكون على الخط الأمامي. جاهزين يا شباب؟ جاهزين سيدي. توكلوا على الله. هي علي خير، اللهم اجعله خير. الو الو، صباح الخير بيي. اهلا يا ابني اهلا، طمني عنك يا بيي. ما عم اسمع صوتك، خير؟ شو في عندك؟ شو في يا ابني؟ اسمعني منيح بيي ولا تخلي امي تسمعني. ها انا هلا طالع بمهمه مع رفقاتي، وبدي اقول لك انه يمكن ارجع ويمكن ما ارجع. بدي اوصيك اذا الله قدر واكرمني الشهاده فنوني حد خيي جعفر، وبدي ما حدا منكن يبكي عليها وخص نص امي. بدي اسمع صوت صلاغيطة واصي للسماء، وبدي اياكن تفتخروا وترفعوا راسكم فيني للسماء بيي. هاي وصيتي لك. علي علي، شو عم تقول؟ دعونا بالنصر بيي بخاطرك. الله يحميك يا ابني، الله ينصرك وينصر الجيش. الله معك. لك خير؟ في شيء؟ شبو علي؟ ليش ما حكى معي؟ خير بيي خير؟ شبو علي؟ في شيء؟ لا لا ما في شيء. بس قل لي أنا طالع أنا ورفقاتي بمهمة. وقل لي ندعي لهم بالنصر. هاي كل القصة. يا رب يا رب إلهي مولاي يحمي ويحمي كل رفقاته وكل عناصر الجيش العربي السوري بكل شبر من سوريا وينصرن إلهي. آمين آمين يا رب العالم. يا رب الله يحميك. اعطوني شباب، انا رح اتقدم وفوت على مدخل البنايه. خلي عنك سيدي، خلي عنك، انا رح اتقدم عنك. نفذ الامر يا علي وغطيني. عبد الرحمن، خالد، رعد لثلاثه وانطلق باتجاه الساتر، غطوني بالنار. يلا يلا سيدي. واحد اثنين ثلاثه. يا الله يا الله. سيدي رد علينا. سيدي اتصلك شيء؟ أنا تصوبت بطلق قناص بيجري. يا شباب يا شباب اطلبوا الإسعاف فورا. أنا جاي لعندك سيدي. عبد الرحمن ايه؟ غطيني أنت وخالد. يلا 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 شباب يلا. علي يا علي خليك بموقعك لا تتحرك، رح نطلب الإسعاف. انتبه انتبه يا علي، انتبه انتبه انتبه، في قناص متخبي ورا دار البناية. بسرعة انتبه علي. ولا يهمك ولا يهمك خالد، أنتوا بس غطوني أنا رايح أسعفه. يلا يا رب. علي يا علي علي خالد وينك يا خالد؟ علي تصوب مؤازرة. يلا يلا إسعاف يا شباب إسعاف. بديعة بديعة صحية بديعة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. شو بك؟ خيرك الله وسلامك. شو حالك؟ نفس الكابوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مسكي مسكي شربي مي. مسكي أبو حمان، هالمرة ما نو كابوس، هالمرة عنجل. قلبي يا الله، قلبي 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 ما يقل لأنه علي صار له شيء. يا الله اتصل اتصل في طمني عجل اتصل. روقي روقي طولي بالك يا بديعة. يلا بخيلك. يلا راح اتصل. امسكي من ايدي كاسة المي. اتصل اتصل مشان الله اتصل. وهي اتصلنا. كيف حالك يا فندم؟
بالرقم المطلوب غير ممكن حتى قد يكون. ما قلت لك والله علي أكيد صار له شيء والله أكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. استهدي بالله يا بنت الحلال. اشربي مي اشربي اشربي. يا رب يا رب دعت عندك علي. بديع اشربي كاسة المي. لا مو علي، رقم غريب. ألو. مرحبا يا عم. أهلا أهلا يا عيني. أهلا، أنا العقيد نزار. نعم. حضرتك أبو محمد والد الرقيب المجند علي؟ نعم. أهلا أهلا سيادة العقيد. أي نعم، أنا والده للرقيب علي. تفضل. أهلين فيك يا عم، بعرفك رجال مؤمن بقضاء الله وقدره، ولذلك رح أزف لك هالخبر. علي الله أكرمه واستشهد بالمعركة دفاعا عن الوطن، ونحن حاليا بالمشفى عم نجهز لنقل الجثمان الشهيد لعندكم على الضيعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا شرف كبير إلنا سيادة العقيد. شرف على شرف، قدمنا أول شهيد وهي تاني شهيد، ورح نقدم شهداء لحتى ما يبقى حبة تراب بين إيدين العدو، كرمال راية هالوطن تبقى عالية. أهلا وسهلا فيكم. زغردي يا عم محمد، زغردي يا بديعة، ابنك علي شهيد. زغردي يا بديعة، زغردي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. أنا معكم وحسب سماعي الأصوات زين شعبان، حسين حمود، جمال الدين زعير، مرشد درغام، تماضر غانم، نور شمس، حسام سالم، ماهر أحمد، أحمد حجازي، سلمان أبو عمار، مجد مغامس، ورامز عطالله.